للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان سركيس تشوبريان، وأنت محلل أسواق عالمية في مجموعة إيكويتي أجروب. أهلا بك السيد سركيس. نتحدث عن التراجعات التاريخية التي شهدناها على مستويات العقود مايو لـ WTI في جلسة يوم أمس التي تجاوزت هذه تراجعات أكثر من 300%. برأيك هل سنشهد هذا التراجع على عقود شهر يونيو؟ أهلا فيك. في الحقيقة لا أستبعد هذه الأيام أي شيء أبدا في الأسواق المالية، وأعتقد بالفعل بأن العقود المستقبلية لأسعار النفط مرجحة للانخفاض خلال الفترة المقبلة مع توقعات المزيد من الضعف الاقتصادي حول العالم. لا أقول بأني متأكد بأن العقود الآجلة سوف تنخفض لما دون الصفر للعقود الآجلة المستقبلية خلال الأشهر المقبلة، لكن لا شك بأن الاتجاهات الهابطة ما تزال قائمة حتى هذه اللحظة. فالاتجاهات الهابطة يحفزها حاليا توقعات في ركود اقتصادي عالمي قوي، ربما يكون الأسوأ بحسب صندوق النقد الدولي وتصريحات مدير صندوق النقد الدولي بأنه الركود الأسوأ منذ الكساد العظيم، أي من ثلاثينات القرن الماضي. وهذا بالتالي يدعم فكرة احتمالية أن نرى استمرار الضغط الهابط على أسعار النفط بالفعل. نعم، طيب، حتى هناك الكثير من الأخبار تشير بأن هذه الصناعة هي مهددة بالإفلاس، هل من السهل عودة الإنتاج؟ يعني بعد أن تتوقف الكثير من الشركات، هل من السهل العودة من جديد ربما إذا ارتفعت الأسعار؟ ما هي مستويات الأسعار التي قد تبدو مقبولة في هذه المرحلة بالنسبة للنفط الصخري الأمريكي؟ نعم، الآن نتحدث، إذا تحدثنا عن الولايات المتحدة الأمريكية لنركز قليلا على شركات النفط الصخري، فقد بدأ الحديث عن إفلاس شركات منذ الأول من هذا الشهر إبريل، ورغم أن مثلا على سبيل المثال شركة وايتينغ بتروليوم أشارت إلى أنها تقوم فقط بإعادة هيكلة مالية، إلا أن بعض الصحف أشارت إلى أن الشركة ربما ستعلن إفلاسها. وأسعار النفط المحايدة والتي تعتبر هي الحدية للإنتاج لشركات النفط الصخري هي 35 دولار بحسب آخر التقارير التي وصلتني، والأسعار الحالية عند 20 دولار تمثل كارثة لهذه الشركات، وربما تتسبب الأسعار الحالية بإفلاس ما يزيد عن 530 شركة خلال الفترة المقبلة إذا بقيت الأسعار منخفضة حتى عام 2021. بل أن الأسعار ما دون الـ 20 دولار إذا وصلت لـ 10 دولار للبرميل مرة أخرى، ربما سنشهد إفلاس أكثر من 1100 شركة نفط صخري في الولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما يشير إليه الخبراء النفطيون. وبالتالي أتوقع أن نرى انخفاض بالفعل بالإنتاجية، لكن هذا تأثيره سيكون محدود على أسعار النفط. لكن على المدى القصير أرى بأن الاتجاهات الهابطة ما زالت مرجحة لعدة أسباب، منها امتلاء المخزونات، إلى جانب ذلك أيضا توقعات بمزيد من الانخفاض في الطلب العالمي. آخر التوقعات تشير إلى احتمال انخفاض الطلب العالمي بمقدار 20 إلى 30 مليون برميل، لكني أعتقد أن استمرار الإغلاق الاقتصادية من الدول سيسبب انخفاض أكبر في الطلب العالمي، وبالتالي عدم القدرة على زيادة المخزون بشكل كبير، وهذا بالتالي سينعكس سلبا على أسعار النفط. نعم، سيد سركيس، بعيدا عن أسعار النفط وأسواق النفط، نحن الآن على أبواب الربع الثاني من العام 2020، كيف ترى تأثير الاقتصاد أو تأثر الاقتصاد العالمي بفيروس كورونا خلال هذا الربع وما تبقى من عام 2020؟ شهدنا في الصين انكماش اقتصادي قوي جدا، فاقت توقعات مقداره 6.8% خلال الربع الأول، وهذا أريد تطبيقه على الاقتصاد العالمي، لأن انتشار فيروس كورونا حول العالم بدأ بشكله الشديد خلال أو في مع بداية الربع الثاني من هذه السنة. لذلك أتوقع بالفعل انكماش شديد في الاقتصاد العالمي، ربما لم نشهد له مثيل منذ الأزمة المالية العالمية، بل ربما أيضا منذ الكساد العظيم. أتوقع انكماشات كبيرة يشمل الدول العظمى وكذلك الدول الكبرى في العالم حتى الدول الناشئة. ولذلك نحن مقبلون خلال الربع الثاني من هذه السنة إلى ما يسمى في حالة اقتصادية سيئة جدا. أما ما بعد الربع الثاني، في حال تم احتواء أو تباطؤ كبير في انتشار فيروس كورونا، ربما نرى بعض التحسن في الاقتصاد العالمي، لكني شخصيا أعتقد بأننا أمام ركود اقتصادي من نوع W، وهذا بفعل موجة صدمة فيروس كورونا
التي ربما ستأتي على مرحلتين، ففيروس كورونا تسبب في ركود اقتصادي قوي خلال الربع الثاني من هذه السنة. بدأنا نرى في البيانات الاقتصادية إن كانت بيانات البطالة أو بيانات من قطاع التصنيع والخدمات، وهذا بالتالي سيتسبب في إغلاقات لكثير من الشركات وارتفاعات كبيرة في نسب البطالة. ربما سوف نشهد القليل من التحسن خلال النصف الثاني من هذه السنة بداية، لكن بعدها سوف تأتي الصدمة التالية لتأثيرات فيروس كورونا، وبعدها يدخل الاقتصاد العالمي في ركود مرة أخرى. لذلك أتوقع أن نكون في ركود من نوع W لهذه السنة 2020. طيب ماذا عن الدولار؟ هل برأيك كل هذه كل ما نرى ما يزال يشجع الدولار لأن تتخذه التداولات كملاذ آمن؟ يعني نلاحظ كثير من العملات الرئيسية حاليا تتراجع أمامه. بالفعل الدولار الأمريكي يشهد طلب، أفضل أن أشير إلى أنه طلب كسيولة نقدية، فالدولار الأمريكي يعتبر هو النقد الأول في العالم، وعندما يبتعد المتداولون عن المخاطرة فهم يفضلون الدولار الأمريكي. لو نظرنا إلى الملاذات الآمنة على سبيل المثال كالذهب، نلاحظ بأن الارتفاعات حصلت بالفعل، لكن يحصل خلفها موجات جني أرباح دائما، ولذلك يفضل المتداولون الدولار الأمريكي، وهذا ما يعطي بعض القوة التي قد تسيطر على الدولار خلال الفترة القادمة قصيرة الأمد. فالطلب على الدولار هو بسبب طلب السيولة النقدية الدولارية. لكن على المدى الأبعد قليلا أود النظر إلى توقعات ارتفاع العجز في الموازنة الأمريكية لمستويات 3.8 تريليون، إلى جانب ذلك خطط تحفيز الفيدرالي الأمريكي الهائلة والتي لم نشهد لها مثيل عبر التاريخ، كلها إلى جانب ضخ السيولة من الحكومة الأمريكية ربما ستضعف الدولار نوعا ما على المدى الطويل. لكن على المدى القصير أتوقع بأن يبقى الدولار الأمريكي قوي بفعل طلب السيولة الدولارية. نعم، ونشكرك السيد سركيس تشوباريان، وأنت محلل أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب، كنت معنا من عمان. شكرا جزيلا لك.